جميع قوميات ومكونات كركوك، مشددين على أن البيشمركة هي من دافعت بحق عن كركوك وأهلها، وقدمت في هذا السياق العديد من الشهداء الذين سالت دماؤهم دفاعا عن كركوك. الشخصيات السياسية التركمانية أكدت أن قوات البيشمركة هي قوات جميع مكونات وقوميات كركوك. أشادت شخصيات سياسية تركمانية في كركوك بالدور البطولي لقوات البيشمركة في دفاعها عن كركوك وأهلها دون تمييز، مؤكدين أنه ولولا تضحيات وبطولات البيشمركة ووقوفها بوجه الإرهاب لكانت كركوك الآن كباقي المدن التي وقعت تحت سيطرة إرهابي داعش. الشخصيات السياسية التركمانية أكدت أن قوات البيشمركة هي قوات جميع المكونات في كركوك. قوات البيشمركة قوات ليست طالعة على البلد، وإنما جزء من المنظومة الدفاعية في البلد، وهي قوة دستورية. ونحن نشيد بدور البطولة للبيشمركة في الدفاع عن مدينة كركوك وحفظ أرواح وممتلكات أهالي كركوك، ونرجو من الله الموفقية لكل الذين يحاولون الدفاع عن كركوك، ونستذكر شهداء البيشمركة، ونرجو من الله الرحمة والمغفرة لهم إن شاء الله. البيشمركة نحتاج في أوضاع الحروب وحفظ الأمن عن التهديدات الخارجية. الآن كركوك تعيش هذه الظروف، فلهذا معظم الأطراف السياسية في كركوك تدعم وجود مشاركة مساهمة بيشمركة في هذه الحروب ضد الإرهاب. سياسيون تركمان أكدوا أن تضحيات قوة البيشمركة ستظل في ضمائر جميع قوميات ومكونات كركوك، لأن البيشمركة هي من دافعت بحق عن كركوك وأهلها، وقدمت في هذا السياق العديد من الشهداء الذين سالت دماءهم دفاعا عن كركوك. السياسة هي أن نخدم الشعب، والمصدر الأصلي لكلمة السياسة يأتي من ساسة الخيل. لذلك عندما نعطي تصريحات نارية لتمزيق الشعوب أو لتمزيق العراق، لابد أن نفكر ليس مرة بل عدة مرات. الذين يطالبون بخروج البيشمركة من كركوك ما هي إلا تمزيق كركوك وساكنيها، وأعتقد الذين يريدون أن يخرجوا البيشمركة من كركوك يريدون أن يصبح كركوك مثل الموصل وباقي المحافظات اللي احتلتها داعش. لذا أرجو من الإخوان السياسيين عدم تكرار هذه الكلمات لخروج البيشمركة من كركوك. البيشمركة ضحت بدمائها، بأرواحها، بأطفالها، بنسائها، لحماية هؤلاء المواطنين، لحماية أهل كركوك بجميع أطيافها من الشيعة والسنة والكرد والتركمان والعرب وجميع الأقليات الموجودة فيها. لذلك عدوان الغاشم كركوك لها لها منطقة جغرافية استراتيجية لا يفهمها إلا العالمون إلا العارفون، فعلينا كافة من كافة المكونات التلاحم والتكاتف ضد أي هجمة خارجية على كركوك وعلى أي شبر من أراضي العراق. نريد تزايد قوات البيشمركة، نحن نبارك قوات البيشمركة، نحن نرفض ولا هناك من يدعي بهذا من الوطنيين، فأي شخص وطني أي مجموعة وطنية يجب في هذه الظروف التعاون وعدم التفرد.
المواقف النبيلة والمشرفة للسياسيين والمواطنين التركمان في دعم ومساندة البيشمركة والإشادة بتضحياتها في الدفاع عن كركوك تعبر بحق عن عمق العلاقة والمحبة والمكانة الرفيعة لقوات البيشمركة في قلوب وضمائر جميع قوميات كركوك وخاصة التركمان. يشار خالد، فضائية كركوك. واصلت طائرات التحالف الدولي تنفيذ غاراتها على